إذا رجعنا لكم مشابعينا الكرام دائما من شارع النيل منطقة بنبسيك. للأسف أن هذا السيد هذا يعني بعد ما شفنا العنف اللي كان مخدم في الأول فما كفاش الحال وتزاد دابا شير بوطة كيف ما كنقولوا شو ما هي على الصورة أمامكم بوطة. تخيل لقدر الله لو كانت هذه البوطة عامرة الله يحفظ كانت وقع شي كارثة بشي تفرقية خايبة ولا كان داز شي واحد من هنا بالرفقة ديال الأبناء ديالو وليدات صغار مرة كبيرة شي واحد كي ستاسيوني شوف بشحال كانت مفارقة على طوموبيل هنا تقريبا مترو ولا متر ونص. حنا كنعرفوا شارع النيل شحال كيكون عامر كنعرفوا يعني المارة هنايا سواء بالطوموبيلات سواء بالماطر سواء على رجليهم. حنا كنشوفوا حنا راه واقفين وكنشوفوا الناس دابا كيدوز للأسف في انتظار دائما تدخل ديال عناصر الشرطة ولا السلطات المحلية هنا بالمنطقة الله يحفظ لا توقع شي كارثة. الناس ساكنة هنا اللي كاينين في الدرب فقالوا لنا بلي هاد السيد عنده وراق كي كنقولوا حنا ديال الناس اللي مرضى نفسيين زيد على ذلك انه فايت ضارب الوالد ديالو بشي عصية ضربوا شي ضربة خايبة حتى هرسوا الوالد ديالو مقعد الفراش وهو راجل كبير زيد على ذلك عاوتاني انه كان عنف الام ديالو على حسب القول دائما ديال الساكنة ثم يعني العنف اللي كيتعرضوا ليه الناس المارة هنا اللي كيدوزوا ما عارفينوش باللي راه هو عنف يعني معنف بزاف ف كيستعمل العنف بزاف مع الناس المارة هنا للاسف. غير هاد القاعدة ديال باش تشير بوطة من السطح كفيلة باش تعطيك عنوان ديال هاد القاعدية هادي شي شنا يتشير بوطة هادي الا جات فشي واحد ما يعاودش ينوض ما صافي الله يرحمو هادي الا جات فشي واحد هاد البوطة هادي شناهي بوطة ترى حجرة صغيرة والناس كتفلقهم وكاين اللي كتقتلو نحنا كندوي على بوطة تخيل تفرقع ولا تخيل تجيب شي واحد ولا تخيل توقع شي كارثة الله يحفظ لك أن تتخيل هذه الله يحفظ. إلا كان ديس شي واحد وضرباته شنو غادي يوقع عليه مع هاد العواشر هادي حنا هادشي كنقولوه بلا عواشر من سارع النيل المتابعين الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا الخطر مازال كاين مع هذا السيد هذا اللي كنتمنوا من الله ان الناس ولا السلطات المكلفه تدخل في اقرب وقت باش هذا الشيء راه خطير وخطير بزاف راه ماشي سهل انك تشير بوطه راه حتى التعاويذه راه ما كتصدقش لكن دو ديال بصح امام الصورة يعني الله يحفظ الا كان داير شي واحد من هنا وجات في هاد البوطة هادي راه مشكلة كان غادي في الطوموبيل راه غادي تدخل عليه هي والزجاج وكل شيء كانوا عند وليدات اللور راه غادي يتاداو كان على رجليه راه غادي يتادا كان بموطور راه غادي يطيح الله يحفظ الاعمار وبيد الله وين حنا كنشوفوا المنطق راه يضربك واحد بوطه راه ماشي راه ما راه صافي وللاسف الشيء اللي كنشوفوه صعيب يعني راه كاينين مراكز الناس اللي مرض كيكونوا مرضى نفسيين يعني راه كيكونوا مراكز ديال هاد الناس هادو الايواء ديالهم كنتواجدوا معاكم بالضبط من شارع النيل ك
كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام على الصورة أمامكم، بوطة اللي رماها أحد الأشخاص من السطح ديالهم، الله يحفظكم جاب الله جاد. دابا هاد البوطة في راجل كبير ولا في مرأة ولا في درية ولا في شي واحد صايق ولا في شي واحد خارج غادي يقضي شي غرض في هاد الليل، راه ما غاديش يعيش كي كنقول. إذا الصورة أمامكم متابعينا الكرام، ونتمنوا من الله أنه شي تدخل ديال الناس ديال السلطات في أقرب وقت، راه تجيو هنا لشارع النيل كيف ما قلت سبق وشرت أمام مقهى الوفاق. هنا كي هنا راه معروف، هنا هاد الكيوسك راه معروف، هنا شارع النيل راه معروف. هتجيو غادي تسولوا الناس ساكنة فغادي يعطيوكم المنزل اللي هو هذا أمامنا، به أحد الأشخاص اللي مراد، وعلى حساب دائما القول ديال الساكنة والجيران أن هذا الشخص يعني عنده أوراق ديال الناس اللي مراد نفسيين، فواجب على السلطات التدخل في أقرب وقت. كنتمنوا من الله أنه يكون شي تدخل كيف ما قلنا. كنتواجدوا بشارع النيل هنايا راه معروف، سيدي عثمان بن مسيك، بالنسبة للناس اللي عاد تلحقوا بينا، شخص رمى هاد البوطة هادي من الفوق من السطح ديالهم من السطح ديال دارهم، الشيء اللي كان غادي يدي الكارثة. تخيل هاد البوطة كنت فرقعات الله يحفظ، راه كارثة كانت توقع على قدر الله، كارثة كبيرة. إذا متابعينا الكرام غادي نختموا معكم هاد المباشر، وغادي نتلاقاو معكم في مباشر مقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.